سوف تسقط القضية. يا شباب يا ضحية سوف تسقط القضية. يا شباب يا ضحية سوف تسقط القضية. أنا جميل أنفسي عضو في اللجنة خلية الدفاع على شباب الجيم بما يعرف بقضية شباب الجيم. نحن اليوم واقفين قدام وزارة العدل في وقفة احتجاجية ضد هالأحكام الجارية اللي نعتبروها جارية في حق أبنائنا 10 من شبان المنطقة اللي تحكموا بعشر سنين سجن. اتحكموا غيابيا واعتبروهم فارين اوكي حتى استدعاء ما وصلهم. قائمة بعشرة شبان فيها مالوغوزمون واحد ميت من عام 79 ميت على لاج دو 3 موا. جو مدوموند كيفاش على انا اساس اصدرت هالاحكام اللي نعتبروها باطله اساسا. صار مطلب اعتراض من قبل ثله كبيره من المحامين اللي كانوا متطوعين نشكروهم على تطوعهم اللي فاقت 80 محامي اكثر من 80 محامي واعترضوا على الحكم هذايا. وتم تعيين جلسة بتاريخ 25 أبريل الجاري. والله نحن ديجا تحركنا في محلين معناه في الجيم قمنا بوقفة احتجاجية ديجا. عملنا كونفيرونس دو بريس البارح مازلنا كي عملناها. اليوم هنا قدام وزارة العدل ونحن اللجنة متاعنا معناها تطرح كل أشكال التصعيد إذا كان ما استجبش القضاء المطالب. احنا ضد حاجة اسمها ظلم، ضد حاجة اسمها ظلم، احنا توانسة. عليك نور. لكن جرابة زادة. عليك نور. راهي رمز لبرشا حاجات جرابة، يقولوا جربة ماشي تونس برك راه. اي نعم جربة باعتزاز، كي تقول جربة راني باعتزاز، مش جهويات، راهي لا. أما تلمو يعرفونا عاقلين، رجع الناس كل حدينا في الصباط، لا. سيدرو يزي. ولدي واحد من المتهمين ظلموه وهو يجري مع الثورة من الأول مرة حتى الأخر مرة، وهو الولد الوحيد. وهو هاك اللي عندي كان ربي كان هو ما عندي حتى حد وباباه محاق يده مكسوسة وأنا نشوف كان في ربي وسبحانه وما عملش ولدي خلاص على هيك ومن يجرف مع الثورة ومن الأول الآخر ويرقدوا في الشوارع وتو هذا ظلم ظلم كبير ياسر ياسر سبحان الله هيك علاه ولا بحثوا استدعاوات ولا ورونا حتى شيء حتى دليل حتى دليل كان فالح كان دار في الانترنت هكاو طزمنا رانا طلعنا السكر طلعنا الدم واحنا كيف راه ضل علينا رانا جينا من جربه يعلم الله على حالنا وعلى ظروفنا وحكي ما حكيناش على الظروف خلاص قلنا شعلنا فيه غير ولدي هكا باش العائله كامله باش يخدم عليا كان هو وربي سبحانه هكا اللي عندي هكا اللي عندي هكا نطلب من رئيس الحكومه يعمل لي دليل. جمال قريبة أحد أخ المتهمين في قضية الحال المعروفة بقضية شباب الثورة الجيم. القضية هذه تضم 10 متهمين محكوم عليهم 10 سنوات سجن غيابيين مع النفاذ العاجل. القضية هذه صارت نهار 15 جانفي ثاني نهار الهروب المخلوع اللي في النهار هذاك معناها نصور أن الشرع التونسي كامل ما فيه سياسيين ولا جمعيات ولا كذا الناس كلها في الشرع. صارت الحكاية هذه بالليل تحرق المركز هذا على إثر وفاة شهيد غليان شديد في جرب الجيم على إثر وفاة الشهيد صالح خنفو اللي مات مقتول برصاص أحد البوليس في مركز الجيم. ولذلك قام الشباب معناه وكل أهالي المساكنين معناه مساكنين معتدلين الجيم ثاروا وتحرق المركز هذايا وعلى إثر حرقان المركز هذايا حكموا لنا أولادنا بعشر سنين بدون إعلامنا معناها حكم غيابي لو وصل لأولادنا لاستدعاوات. ومن جمل المتهمين هذوما واحد متوفي من عام 79 محكوم عليه بعشر سنوات سجن. أنا نحب نعرف الحكاية هذه شكون يجاوبني عليها والسلام عليكم.